أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الكارد فاسكولار سيستم الهارت ليكشر 6، وكعادتنا هنبتدئ بإذن الله بالامتحان على الكاردياك سايكل، وده امتحان يعني صعب قليلا. انا احب تبقوا تحاولوا تحلوه بنفسكم. والسؤال الاول كان during the protodiastolic phase اللي هو الفيز رقم 5، هو بيقول في كل الامتحان ده choose the incorrect answer، اختار الإجابة الخطأ. الإجابة الخطأ هي المطلوبة اللي هي تبقى الإجابة الصحيحة في الحالة دي. هل في أثناء البروتودايستوليك فيز الفنتريكولار بريشر ديكريسز؟ إجابة صحيحة. هل الفنتريكولار فوليوم انكريسز؟ لا، الفنتريكولار فوليوم is constant لأن the ventricle tends to relax، بيعملش ريلاكسيشن لسه. يبقى دي بي هي الإجابة الخطأ اللي هي المطلوبة. هل الاتريال بريشر انكريسز؟ طبعا، عشان الاكيوميشن اوف فينوس سيتاب ان ذا اتريوم. هل الاورتيك فالف از اوبن؟ صح طبعا، لان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول وهو ما يبدو منطقي، وانما بنهايه البروتودايستوليك فيز. يعني اثناء البروتودايستوليك فيز بيبقى فاتح، بينغلق في نهايته. السؤال الثاني during الماكسيمال او الرابيد ايجكشن فيز الاورتيك بريشر از ليس ذان ذا ليفت فنتريكولار بريشر؟ طبعا، لان الدم جاي من الفنتريكل رايح للاورطه، فلازم يبقى في الفنتريكل اعلى من الاورطه، لان الدم بيتجه من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، اي من الفنتريكل الى الاورطه. الار ويف اوف اي سي جي از ريكوردد؟ لا طبعا، الار ويف بتسبق الايزومتريك كونتراكشن فيز ب 2% من السكند، لازم تتكهرب الفنتريكل وبعدين ينقبض، يبقى دي اجابه خطا وبرضه تبقى بي هي المطلوبه. الاتريال بريشر ديكريسز؟ طبعا، لان في قلنا في الماكسيمم رابيد او ايجكشن فيز ان البابيلاري ماسل بتشد الكورد التنديني، بتشد الكاسس لتحت، ده بتخلي الاتريال بريشر ايفن نيجاتيف، وده بيساعد الفينس سيتير. يعني قلنا ان قوه انقباض الفنتريكل مش بس بتدفع الدم للخارج، لكن ده بتساعد الفينسيتير. الفنتريكولار بريشر از انكريست؟ طبعا، اجابه صحيحه، بيزيد ل 120 الماكسيمم بتاعه. طيب during الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز كورونري بلاد فلو از ماكسيمم؟ طبعا، هو بيبقى ماكسيمم في الـ في الـ في الـ في الايزوفوليومتريك اللي هو الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. All valves are closed. إجابة صحيحة. The ventricular pressure decreases to almost zero. طبعا the ventricular pressure بينزل لزيرو تقريبا. The atrial pressure decreases. لا، بيزيد بسبب زيادة the venous sphincter. طيب تنتقل للسؤال الرابع. The early ventricular diastole. الإيرلي فنتريكولار دايستولي يا ولاد اللي هو كوينسايدز مع فيز 5 و6 و7، يبقى اللي هو كوينسايدز وذ الاترال ستول فيز. ده الاترال ستول فيز ده رقم 1، يبقى هي دي الإجابة الخطأ. إنما الاترال بريشر اكسيدز الفنتريكولار بريشر، طبعا لأن الفنتكل بيملى من الاترا، فلازم الاترال بريشر يبقى أعلى. الاتروفنتريكولار فالفز ار كلوزد ذن اوبن، طبعا بيقفله وبيفتح في فيز رقم 7. الفنتريكولار فوليوم از كونستنت ذن انكريسز، هو بيبقى كونستنت فيز 5 و6 ويفتح ويزيد في فيز 7. على فكره انا عندي تعقيب على نمره بي، يعني عشان تبقى صحيحه جدا، هو الاترال بريشر الحقيقه اكسيدز الفنتريكولار بريشر فقط في فيز 7. يعني معلش كان المفروض نكملها دي، الفنتريكولار بريشر ان فيز 7
ده المفروض عشان تبقى مظبوطه قوي. طيب during ventricular filling phases، ال ventricular filling phases لما 7-8-1 ال atrial pressure exceeds ال ventricular pressure، صح في الثلاثه فيزز دول، لان الدم بينتقل من الاتريوم للفنتكل من البريشر اعلى للبريشر اقل. الفنتريكولار فوليوم انكريسز، صح في 7-8-1 بي سي. از مور افكتد باي انكريزد هارت ريت ذان فنتريكولار ستول، طبعا لما بيزيد الهارت ريت بيأثر الداستوليك اكتر منه السيستوليك، وده من روعه الخلق والخالق، لان الستول هو الاهم. وبعدين all cardiac valves are open، غلط، مفيش ولا phase فيه كل cardiac valves are open، في phases فيهم all cardiac valves are closed، اللي هم phase 2 و6 isometric أو isovolumetric contraction و isometric or isovolumetric relaxation. يبقى بس احنا عاوزين كان النمرة B دي نعدلها أكتر، نقول ان atrial pressure exceeds ventricular pressure في الـ last phase of early ventricular diastole فقط، بتبقى دي اللي هو فيز 7 عشان تبقى الموضوع مظبوط تماما. طيب وعليه الانسرز، الاجابه السؤال الاول والثاني بي فور بيبي، الثالث دي فور دادي، الرابع اي فور الفا، الخامس هيبقى دي فور دادي. ده يا اولاد يبقى الامتحان، وانا اتوقع الله ونبتدئ. انا هقول الميكارديال بروبرتيز، واذا فرغنا منها باذن الله هناخد اللي هو شويه تطبيقات على الكاردياك سايكلز. فعاوز ابتدي بالموضوع الاكبر واسيب الحواشي والهوامش للاخر. فنتوكل على الله ونبتدئ. مايكارديال properties. فاحنا عاوزين الاول ناخد الستراكشر اوف كاردياك مايوسايتس. قلنا الكاردياك مايوسايتس هي المسل فايبر يا اولاد، اللينث بتاعها 100 مايكرونز والدايمتر 25 مايكرونز، دي ما لهاش اي قيمه الاعداد دي، ما تضيعش وقتك فيها. طب المايوكارديال او الكاردياك مسل ريزمبلز السموث مسل في شيء والسكيليتال ماسل في شيء اخر. هي زي السموث ماسل في انهم هما الاثنين سينسيتيوم. وقلنا ليه هما بتشتغل كسينسيتيوم؟ لان ما بين الكاردياك مايوسايتس في جاب جانكشن. وفي الجاب جانكشن ده بيبقى فيه انتركاليتد ديسك، اللي هو عنده فيري لو ريزيستنس لمرور الكهرباء. فلما تستيميليت وان فايبر الكهرباء بتعبر بسهوله للفايبر اللي بعده، الفايبر اللي بعده، لحد ما تشغلهم كلهم مع بعض، فبيشتغلوا كمدمج خلوي سنسيتيم. حقيقه الامر يا اولاد ان الهارت بيتكون مش من مدمج خلوي واحد، انما بيتكون من تو فانكشنال سنسيتيا، نوت وان سنسيتيم، اللي هو الاتريال سنسيتيم اند فنتريكولار سنسيتيم. وطبعا كلنا عارفين ان احنا عارفين ان الهارت ما بينقبضش كوحده واحده، انما الاول بينقبض الاترا مع بعض وبعدين ينقبض الفنتكل مع بعض، الاترا مع بعض وبعدين الفنتكل مع بعض. عشان كده بنقول الهارت is formed of two functional syncytia not one syncytia. ليه؟ لان ما بين كل muscle fiber ومuscle fiber اللي يسموها monocyte، monocyte هي الكاردياك muscle fiber، والكاردياك مونوسايت اللي بعدها الفايبر اللي بعدها في جاب جانكشن. الجاب جانكشن ده في حاجه اسمها انتركاليتد ديسك لا تبدي اي مقاومه تسكر لمرور الكهرباء، فانت تستيميليت فايبر واحده تلاقي كل الاتريال فايبر استجابوا مع بعض، تستيميليت وان فايبر في الفنتكل كل الفنتيكولار ماسل فايبر استجيبوا مع بعض. يبقى الهارت اوعى تنسى از كومبوز اوف تو فانكشنال سينسيتي، دي مهمه جدا وقلناها قبل كده في الام اس كيو. طيب في ماذا تشابه السكيليتال ماسل؟ في انها سترايتد زيها، يعني هما الاثنين سترايت. هنلاقي فيها الكلام اللي خدناه قبل كده يا اولاد، اللي هو فاكر المايسن
والاكتين اللي هو الكونتراكتايل فيلامنتس. يبقى مين الكونتراكتايل فيلامنتس؟ المايسنز والاكتين. وبعدين طب مين الريلاكسيشن فيلامنتس اللي هم التروبومايسين والتروبونين؟ ده التروبومايسين اللي بشاور عليه والدراع بتاعه اسمه تروبونين اللي هو بيمنع حدوث كروس بيدجز من مايسين للاكتين. قلنا لا مع السكيتال ماسل. نفس الاستراكشر هو هو، يبقى راجع محاضره السكيتال ماسل بس في ثلاث فروق. يبقى الديفرنس هم الثلاث حاجات اللي اقولها دول وكل واحده فيهم سؤال ام اس كيو. اول ديفرنس ان التي تيبيول الترانسفيرس تيبيول في حاله السكيتال ماسل اديني بشاور عليها اهي، كانت عند الجنكشن اوف اي باند مع الاي باند هنا بالظبط، انما هنا الزد لاين عند التي تيبيولز. ادي اول فرق، يبقى الزد لاين في الكاردياك ماسل عند التي تيبيول بينما الزد لاين في السكيتال ماسل كانت عند الجنكشن اوف اي مع الاي باند. تاني وتالت فرق ان الكاردياك ماسل بتتميز بان فيها التايتن والديستروفين بروتينز اكثر تميزا، يعني هما كانوا موجودين في السكيتال ماسل بس مش موجودين بهذا الوضوح، بهذا الوضوح زي في الكاردياك ماسل. نمسك نبتدي بالتايتن الاول. التايتن ده جاينت فيلامنتس الاستيك بروتين، فيلامنتس يعني شكله زي الخيط والاستيك بروتين هو جاينت. على فكره التايتن ده اكبر، the largest protein ever known، اكبر بروتين عرفه الانسان. هتفتكروا فاكر تايتانيك اللي هي السفينه الكبيره، تايتن ده اكبر بروتين عرفه الانسان. ونعرف عنه معلومتين اهو انا بشاور عليه ورسم لك باللون الاحمر، انه بيكونكت المايسن، بيوصل المايسن بالزد لاين. طيب وقلنا ان هو الاستيك، يبقى مسؤول عن ايه بقى يا اولاد؟ الوظيفه بتاعته انه مسؤول عن الالاستيستي اوف مايوسايتس، اللي هو بمعنى اخر عشان تفهمها اكتر، هو اللي بيحافظ، بيقولوا في بعض الكتب بيحافظ على المايسين في نص الساركومير. يعني لو المايسين جه كده شويه ده يشده، اذا جه كده شويه التاني يشده. الاهم من دي مش كده. يعني ايه هو مسؤول عن الالاستيستي؟ اللي هو الباسيف ميكانيكال بروبرتيز. انت عارف يا اولاد لما الفنتكل بيمتلئ بالدم بعد كده بيضخ الدم، الحقيقه ربنا خلى البروتين ده الاستيك لانه تخيل استيك وشديته يبقى باسيفلي هيساعد الانقباض، يعني انقباض اكتف ما قلناش حاجه بس بيساعده الاستيك ده، فهو مسؤول عن الباسيف الاستيك بروبرتيز، مسؤول عن الالاستيستي اوف مايوكارديوم. طيب بينما النوع الثاني اللي هو الديستروفين، التايتن ده بيسموه اسم تاني على فكره في الجامعات الامريكيه بيسموه كونكتين لانه بيكونكت المايسين بالزد لاين. الثاني اسمه الديستروفين اهو اللي انا رسمه لك ده، بقى مش شكله زي الخيط، ده رود شيب زي القضيب كده، رود شيب بروتين بيكونكت الاكتين باكسترا سيلر ماتريكس، يعني بيوصل الاكتين عبر السيل ميمبرين باكسترا سيلر ماتريكس، وده مسؤول عن الاستابيليتي اوف مايوسايتس. وانا عندي تامل خاص في الحته دي يا اولاد، اي عضله عشان تنقبض بكفاءه لازم يبقى في وان اند ثابت وبتشد ناحيه الاند الثاني بس. طب الكاردياك ماسل معلقه في الصدر، يعني عضله بتنقبض عاوزين نثبت وان اند، فهذا الديستروفين بيثبت الاكت اللي هو بيتحرك لاكسترا سيلر ماتريكس عبر السيل ميمبرين، عشان كده بيقولوا مسؤول عن الاستابيليتي اوف مايوسايتس. يبقى في كام فرق بين السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل؟ هما الاثنين سترايت نفس التركيبه بالظبط بس في ثلاث فروق اساسيه، تعالوا نقولهم في عجاله مره اخرى. ان التي تيبيول موجودة عند الزد لاين بينما في السكيتال ماسل كانت موجودة عند، فاكر؟ الجنكشن ما بين الاي والاي باند كانت هنا عند الجنكشن اوف اي اللي هي المايسن مع الاي باند، انما هنا عند التي تيبيول. تاني وتالت حاجة ان يوجد نوعان من البروتينز اكثر وضوحا في الكاردك منهم في السكيتال، موجودين في السكيتال بس هنا اوضح. كل واحدة فيها نقول عليها ثلاث كلمات. التايتن ده عبارة عن أكبر
إلاستيك بروتين في الجسم وشكله فيلامنتس، إنما ده شكله روت شيب، يبقى ده فيلامنتس وإلاستيك ده روت شيب. تاني فرق، ده بيوصل المايوسين بالزد لاين، إنما ده بيوصل الأكتين بإكسترا سيلور ماتريكس. تالت فرق، ده لأنه إلاستيك، إلاستيك مسؤول عن الإلاستيستي، عن الـ عن الباسيف ميكانيكال بروبرتي، اللي هي باسيف ميكانيكال بروبرتي، إنما ده مسؤول عن الاستابيليتي. يبقى ده شكله فيلامنتس وإلاستيك، إنما ده روت شيب. ده بيوصل مايسن بالزد لاين، ده بيوصل أكتين بالإكسترا سيلور ماتريكس، ده مسؤول عن الإلاستيستي إنما ده عن الاستابيليتي. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها. أول سؤال نظري بقى ممكن يجينا هنا يا أولاد، اللي هو إيه؟ طبعا excitation contraction coupling، وده يماثل تماما excitation contraction coupling اللي خدناها في السكيتر ماسك زيها بالظبط. يعني حضرتك تراجع المحاضرة بتاعة السكيتال ماسل، حتى كنت عملت لكم مسرحية صغيرة اللي هو الموليكولار ثيوري أو الإكسيتيشن كونتراكشن كابلينج، ما هي عنوانين إكسيتيشن كونتراكشن كابلينج أو موليكولار ثيوري بالأربع فصول، بس في 3 ديفرنسز وما عشقت مثل عشق النظام. في 3 فروق مهمة ما بين الإكسيتيشن كونتراكشن كابلينج في السكيتال والإكسيتيشن كونتراكشن كابلينج في الكاردك ماسل. الفرق الاول والثاني والثالث كلهم متعلقين بالكالسيوم، حلوه كده عشان تعرف تجمعهم. يبقى الثلاث فروق متعلقون بالكالسيوم. الفرق الاول في الكونتراكشن، مصدر الكالسيوم جاي منين؟ في السكيتال ماسل كان تحت ايدها في الساركوبلازميك ريتيكولم جوه الماسل، انما في الكاردك ماسل لا، في 2 سورسز انا بتاملها في تامل خاص. الهارت عضله تنقبض من المهد الى اللحد، تخيل ده العضله الوحيده التي لا تتوقف على الاطلاق عن انقباض من الولاده الى الممات. واحد يقول لي الريسبيراتوري ماسلز، الريسبيراتوري ماسلز ممكن توقفها شويه نص دقيقه ولا حاجه، كارديك ماسل يو كان نوت. فعشان كده بتحتاج للكالسيوم من كل مكان ممكن، من جوه من بره، من الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو من جوه ومن بره من الاكسترا فلويد. فالكالسيوم اول فرق عنده 2 سورسز، انه جاي من الاكسترا سيلولار فلويد، وهنشوف رسمه هنا جميله. يبقى او خلينا الاول نقول ان الكالسيوم ليه مصدرين، 2 سورسز، من بره ومن جوه. طب تاني فرق في ريلاكسيشن. طب طالما هو جاي من مصدرين، ما هو مش هيحصل ريلاكسيشن غير لو تخلصت من هذا الكالسيوم، يبقى لازم ارجع كل كالسيوم الى موضعه اللي من جوه من الساركوبلازميك ريتيكولم، ارجعه للساركوبلازميك ريتيكولم، ده بطريقه واحده. اللي من بره اطلعه بره، بس ده بطريقتين. يبقى اذا التخلص من الكالسيوم بثري ميكانيزمز، ده تاني فرق. طب تالت فرق، ان الكالسيوم plays the main role in determination of the force of contraction of cardiac muscle. يعني زياده الكالسيوم بتقوي الانقباض، يسموها بوزيتيف انوتروبيك. نقص الكالسيوم يضعف الانقباض، نيجاتيف انوتروبيك. وبعدين انتوا فاكرين يا اولاد ان انا علمتكم انو هو اله القوه، فانوتروبيك يعني حاجه متعلقه بالقوه. يبقى 3 فروق، الكالسيوم بجيبه من كل مصدر ممكن، من بره من جوه، ادي اول فرق 2 سورسز، اكستراسيلولار، ومن جوه من الساركوبلازميك ريتيكولم. تاني فرق، يبقى ما تخلص منه لازم اللي جوه ارجعه جوه، اللي بره ارجعه بره، بس اللي بره ارجعه بطريقتين، يبقى عندي 3 ميكانيزم للتخلص من الكالسيوم. تالت فرق، ان الكالسيوم هو اللي بيلعب المين رول ان ديترمينيشن اوف فورس اوف كونتراكشن. هنا بقى اوريها لك برسمه احسن، لاني اؤمن بان الوان بيكتشر ايكوالز 1 مليون وورد. فتعال نشوف هنا في حاله الكاردك ماسل مصادر الكالسيوم. كالسيوم جاي من بره ومن جوه، اول مصدر ليه من الاكسترا فلويد، ده سمول اماونتس. طب بيدخل ازاي؟ عن طريق اللونج لاستنج كالسيوم شانل ال تايب، كالسيوم شانل ال تايب، ودي موجوده في مكانين، في الساركوليما اللي هو جدار العضله، وفي التي تي بيولز.
يعني الكالسيوم اللي جاي من الاكسترا سيلر فلويد بيدخل عن طريق ال L type calcium channels اللي موجودة فين؟ في مكانين، في الساركولما والتي تي بيولز. الساركولما والتي تي بيولز. طب المصدر التاني احنا عارفينه زي السكيتر مصر من جوه، من الساركوبلازميك اتيكولوم. طب وبتخرج عن طريق ايه؟ الرينودين ريسبتور تشانل. رينودين ريسبتور تشانل، وقلنا الكلام ده على فكرة مع السموش مصر. طب انا عندي دلوقتي تو تايبس اوف كالسيوم هيعملوا الانقباض، يبقى عشان يشتغلوا ان هارموني في توافق زي قلنا في سباق الاحصنه لما بيبقى الكاريج العربيه والهورسز لازم بيمشوا الصفين الحصينه مع بعض والا العربيه تقلب. فربنا عمل حاجه رائعه ان عشان يشتغلوا مع بعض ربنا خلى الكالسيوم اللي جاي من بره هو اللي يطلع الكالسيوم من جوه فيزيدوا مع بعض وبصورة انفجارية، يعني مع بعض، فالانقباض يبقى قوي. فظاهرة بنسميها ايه بقى؟ شفت الظاهرة فاكرها؟ كان اسمها كالسيوم انديوز كالسيوم ريليس، اي ان الكالسيوم اللي بره بينديوز يعني بيعمل كالسيوم ريليس للكالسيوم اللي جوه. يبقى ده اول فرق، ان الكالسيوم في حالة السكريتال ماسل اهي اوريها لك في الرسمة اللي جنبها، كان ليه مصدر واحد بس، كان بيطلع من من جوه بس الساركوبلازميك اتيكولوم عن طريق الرينودين ريسبتور تشانل. انما هنا الكالسيوم ليه مصدرين، من جوه وده الاهم، ده اللارج اماونتس، لكن كمان من بره من الاكستراسيلولار فلويد. طب الاكستراسيلولار فلويد بيدخل ازاي؟ عن طريق ال L تايب كالسيوم تشانل، لونج لاستنج كالسيوم تشانل، اللي هي موجوده في كام حته؟ في موضعين، في الساركولما والتي تي بيولز. يبقى الاكسسوار فلويد ده سمول اماونتس بيدخل عن طريق ال L تايب كالسيوم شانل اللي موجوده في موضوعين، الساركولما جدار العضله والتي تي بيول. طب تاني مصدر الكالسيوم زي السكيتال ماسل الساركوبلازميك اتيكولوم، وبيخرج عن طريق الرايودين ريسبتور شانل. طب عشان يشتغلوا مع بعض يعني بهارموني بتجانس، فربنا خلى الكالسيوم اللي من بره يطلع الكالسيوم اللي من جوه، تبقى حافظ الظاهره دي اسمها كالسيوم انديوز كالسيوم ريليس. الكالسيوم بره بينديوز كالسيوم ريليس للي جوه. طب تاني فرق في ريلاكسيشن، عاوز ارجع الكالسيوم الى موضعه، فاللي جاي من الساركوبلازميك ريتيكولم اهو يرجع تاني الساركوبلازميك تيكر من جوه، يرجع للساركوبلازميك تيكر من جوه بميكانيزم اسمه سيركا، مش سيرك، انا بقولها كده عشان تفتكرها سيركا، وده اختصار ساركو اندوبلازميك ريتيكولم كالسيوم ايتيباز، يعني ساركو اندوبلازميك ريتيكولم كالسيوم ايتيباز، ده اختصار الكلمه. طب واللي جاي من بره يرجع ازاي؟ بطريقتين. يبقى تملي، حتى لاحظ تملي من بره بنتكلم في حاجتين، وهو داخل اللونج لاستنج كالسيوم شانل كان في حتتين، في الساركولما والايه والتي تي بيولز. طب هو خارج اللي بره بطريقتين، يا كالسيوم بامب يا اما صوديوم كالسيوم اكتشينجر، يا كالسيوم بامب يا صوديوم كالسيوم اكتشينجر. ثالث فرق قلنا يا اولاد ان الكالسيوم هو plays the main role في تحديد قوة انقباض الكاردك ماسل. بعد كده اكتب النظرية عادي خالص من محاضرة السكيلتال ماسل excitation contraction coupling او molecular theory بالاربع فصول بتاعتها، مش هعيدها تاني لان عندي حاجات كتير عاوز اقولها، تقدر ترجع على الفيديوهات على اليوتيوب. انما اقولها في عجالة، الكالسيوم جاي من مصدرين، يا اما من جوه وده الكميه الاكثر الساركوبلازميك تيكرام عن طريق الرينودين ريسبتور تشانل، يا من بره الاكسترسيلولار فلويد وده جاي عن طريق ال L تايب كالسيوم تشانل، ودي موجوده تملي من بره في حاجتين، يا موجوده في الساركولما يا في التي تي بيول، يا في الساركولما اهي الساركولما يا في التي تي بيولز. طيب في ريلاكسيشن تاني فرق، طب جاي من مصدرين يبقى ارجعه الحتتين، يا اما ارجعه للساركوبلازميك تيكرام بحاجه اسمها سيركا اللي هو
ساركو اندوبلازميك ريتيكولم كالسيوم اي تي بيز، او ارجعه بره اللي بره تملي فيه طريقتين، يا بالكالسيوم بامب يا بالصوديوم كالسيوم اكستشينجر. ولا تنسى ان عشان يبقى فيه هارموني لما الكالسيوم اللي جاي من بره واللي جوه يشتغلوا مع بعض، ففي ظاهره اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليس. ثالث فرق ان الكالسيوم بيلعب المين رول في الكونتراكشن، كالسيوم هو الاساس. تمام يا ولاد؟ طيب انا بس عاوز عشان في الام اس كيو اذكرك بحاجه جميله. يبقى احنا فكرتك باصل ان العضله بتنقبض من المهدي الى اللحد كان عندها المصدرين اللي هو بره وجوه. طب في السكيتر ماسل والسموث ماسل مصدر واحد. في السكيتر ماسل جوه فقط اهي بتطلع برضو من الرينودين ريسبتور كالسيوم شانل من السيركلازميك تيكلم، وتدخل تاني للسيركلازميك تيكلم بنفس الميكانيزم اللي هو السيركا اللي هو ساركوبلازميك ساركو اندوبلازميك تيكلم كالسيوم اي تي بيز، لانه محتاج طاقه طبعا انك تاخدها، وعشان كده قلنا ريلاكسيشن از ان اكتف ساركو اندوبلازميك تيكلم كالسيوم اي تي بيز. طيب اما السموث ماسل فاساسا مش فقط هنا، فقط من جوه في السكيتر ماسل، احب الدقه قوي الاوائل، انما هنا اساسا جايه من الاكسترا سيرف فلويد، لان في ساركوبلازميك تيكلم في السموث ماسل بس فيري فيري بور، فيري مش ديفلوبد، نوت ويل ديفلوبد، فجاي من الاكسترا سيلر فلويد. وقلنا ايه الميزه اللي يجي من الاكسترا سيلر فلويد؟ انه هياخد وقت عبال ما يجي لنا، فطبيعه عمل السموث ماسل هي البطء. يبقى تجميعه رائعه يا اولاد. يبقى الكاردياك ماسل هي الوحيده اللي بتعتمد على الكالسيوم من المصدرين. ليه؟ لانها عضله بتنقبض من المهدي الى اللحد، وهذا يدل على انه وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله. فهنا من الاكسترا سيلر من بره والساركوبلازميك ريتيكولم من جوه، بينما السكيليتال ماسل لانها عاوزه تبقى سريعه فلازم الكالسيوم يبقى تحت ايدها. فكر يعني كل حاجه معموله بعنايه تحت ايدها، لانها اسرع حاجه السكيليتال ماسل، مسابقات الامبياد في السرعه اساسا، فمن جوه بس الساركوبلازميك ريتيكولم. السموث ماسل بقول بتتميز مش بيعيبها انها بطيئه، طب عشان تبقى بطيئه يبقى نجيب لها الكالسيوم بره عبال ما يجي، هتاخد وقت من الاكسترا سيلر فيود. يبقى السموث ماسل مينلي من الاكسترا سيلر فلويد نوت اونلي، السكيتر ماسل اونلي من انترا سيلر من السيركوبلازميك ريتيكولم، الكاردياك ماسل بوث. يبقى الكاردياك ماسل بوث، السكيتر ماسل اونلي من جوه، السموث ماسل مينلي من بره. تجميعه رائعه تبقى عارفها، ورسومات هايله هبقى انزلها لكم بعد المحاضره باذن الله. طيب السؤال الثاني في النظري في هذه المحاضره، ريجوليشن اوف كونتراكتيليتي، العامل بتتحكم في قوه انقباض عضله القلب، اللي ممكن يجي لنا السؤال بطريقه ثاني الانوتروبيك ستيت، لان قلت ما تلخبطش بين كلمتين في الهارت، انو يعني قوه، اله القوه اسمه انو، فاي انوتروبيك يعني حاجه متعلقه بالقوه في الكاردياك ماسل، فاست انوتروبيك يبقى تقوي قوه الانقباض، نيجاتيف انوتروبيك تضعف الانقباض، انما كرونوتروبيك حاجه تاني، كرونو جاي من كلمه كرونيك يعني زمن، حاجه لها علاقه بالزمن. مين اللي ليه علاقه بالزمن؟ الهارت ريت. يبقى اما اقول بوزيتيف كرونوتروبيك يزود الهارت ريت عدد الضربات، نيجاتيف كرونوتروبيك يقلل عدد الضربات. ده لوحده سؤال في الام اس كيو. يبقى انو اله القوه حاجه متعلقه بالفورس اوف كونتراكشن، بوزيتيف انوتروبيك تقوي الانقباض، نيجاتيف انوتروبيك تضعف الانقباض. انما انوتروبيك يعني قلنا قوه، كرونوتروبيك كرونو من كلمه افتكر كرونيك ديزيز يعني مرض مزمن، يبقى كرونيك يعني زمن. ايه الحاجه في الهارت اللي بنقيسها بالزمن؟ مفيش حاجه في الهارت بتتقاس بالزمن غير الهارت ريت. يبقى بوزيتيف كرونوتروبيك تزود هارت ريت، نيجاتيف كرونوتروبيك تقلل هارت ريت. فاحنا دلوقتي بيقول لي ريجوليشن اوف كونتراكتيلتي اللي هو الانوتروبيك ستيت، وما عشقت مثل عشق النظام. فهنقول ايه الحاجات اللي عندها بوزيتيف انوتروبيك يعني تقوي الانقباض، وايه الحاجات اللي نيجاتيف انوتروبيك تضعف الانقباض.
طيب انا اعملهم حتى في جدول يا اولاد، تملي جداول بتخلي الواحد يقضي نص المجهود للحصول على الضعف في المعلومات. افتكر احنا عندنا سيمباثاتيك وباراسيمباثاتيك. مين بيقوي الانقباض؟ انا سامعكم. سيمباثاتيك نوع ريسبتور اللي على الهارت، فاكرين بيتا ريسبتورز، كنا قلنا البي بي بيتا انهبي بي بيتري ما عدا على ثلاث حتت لو كنت فاكر. اولهم كان الهارت، وبعدين الميتابوليزم والهرمونز لو كنت فاكر. فالبيتا ريسبتور هي دي اللي بتقوي الانقباض. طب وتعلمنا برضو في الاوتونوميك ان البي بي بيتا ريسبتور بتشتغل بالسايكل ام بي، دي مين؟ البيتا بالسايكل ام بي. يبقى السايكل البيتا ريسبتور بتزود سايكل ام بي، وده بطريقه ما هيزود الكالسيوم هنعرفها دلوقتي حالا فيقوي الانقباض. يبقى السيمباثاتيك بيتا ريسبتور تزود سايكل ام بي تزود الكالسيوم تقوي الانقباض. طيب واحد يقول لي طيب قول لنا ازاي السايكل ام بي بتزود الكالسيوم؟ تعال نشوفها هنا مع بعض اهي، سهل قوي. سايكل ام بي بتاكتيفيت انزيم بتاخدوه في البايولاب اسمه بروتين كاينيز اي. يعني ماده سايكل ام بي بتنشط جوه الهارت انزيم اسمه بروتين كاينيز اي. ليه سموه اي؟ لانه بيتنشط بالسايكليك اي اي ام بي. يعني في انواع ثانيه من بروتين كاينيز هتاخدوها في البايو كيمستري بس عشان تبقى فاهم، السايكليك اي ام بي بينشط بروتين كاينيز اي. طب من اسمه كاينيز، من كلمه كاينيتك يا اولاد، يعني محرك. بيحرك ايه؟ بيحرك فوسفيت جروب، فيعمل فوسفوريليشن لحاجتين، للال تايب كالسيوم شانل فيخليها تفتح فتره اطول، فطبعا يتدفق كالسيوم اكتر وهو المطلوب فيقوي الانقباض، وبتعمل فوسفوريليشن لسيرتن سايتس في الساركوبلازميك ريتيكولم فده يخليها تريليس مور كالسيوم، يعني يزود الكالسيوم من موقعيه. مش احنا قلنا الكالسيوم في الهار جاي من جوه من الساركوبلازميك ريتيكولم ومن بره من ال تايب كالسيوم شانل؟ ادي ازاي السيمباثيتك بالتفصيلات وبدياجرامز بسيطه خالص بيزود قدره الانقباض. يبقى تاني افتكر سيمباثاتيك بيزود الانقباض. طب السيمباثاتيك عنده تو ريسبتورز الفا وبيتا، الهارت عنده مين؟ بيتا ريسبتور. طب ممكن تقول لي كده حاجه على الهوامش، بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 1 طبعا على الهارت، الهارت 1. التشيست هو اللي بيتا 2 عشان تفتكر، عشان كده قلت كل الادويه اللي بتشتغل على البيتا 1 دي ادويه قلب، اللي بتشتغل على البيتا 2 دي ادويه صدر. افتكرها، ده التطبيق الاكلينيكي. والبي بي بيتا بتشتغل بالسايكليك ام بي. طب ازاي السايكليك ام بي هيزود الانقباض؟ ما احنا قلنا يا اولاد ان اهم عامل بيتحكم في انقباض القلب هو الكالسيوم. يبقى لازم بطريقه ما هتزود الكالسيوم. ازاي؟ هيقولوا لنا الزملاء الافاضل في البايوكيمستري ان السايكليك ام بي ده بيشتغل عن طريق انه ينشط انزيم جوه الهارت اسمه بروتين كاينيز اي. ليه ايه؟ عشان بيتنشط بالسايكليك اي ام بي. بسموه بروتين كاينيز ايه، من اسمه كاينيز، كاينيتك محرك، كاينيتك يعني حركه، ستاتيك يعني ثبات، كاينيتك يعني حركه. هيحرك فوسفيت جروب ويعمل فوسفوريليشن لمين؟ للحاجتين اللي بيجيبوا الكالسيوم، للال تايب كالسيوم شانل يخليها تفتح فتره اطول، وسيرتن سايت في الساركوبلازميك ريتيكولم يخليها تريليس مور كالسيوم. ادي ازاي بيشتغل السايكليك ام بي. نكمل بقيه الليست. تاني حاجة بعد البيتا ادرينرجيك ريسبتور بتاعت السيمباثيتك جلوكاجون هرمون. خلاص؟ طبعا جلوكاجون سموه جلوكاجون لأنه بيزود الجلوكوز في الدم، وأصل الكلمة اللي بقولها للزملاء الأصغر سنا يعرفوها جلوكوز أجونست. يعني أنت لو قسمت الكلمة الحتتين أول أربع حروف جلوكوز وبعدين إي جي أو إن أول أربع حروف كلمة أجونست، يعني مش بيزود الجلوكوز. غير ان جلوكاجون سموه جلوكاجون لان اهم وظيفه ليه انه بيزود الجلوكوز في الدم، بيزود قوه انقباض القلب. حاجه تانية بقى ازاي؟ بانه بيزود السايكليك ام بي. وخلاص تفهم السايكليك ام بي ازاي بتعمل انقباض قلناه. طيب نمره ثلاثه،
طبعا زي كنا قلنا ان السايكل ام بي اساسا مش شال بالكالسيوم، يبقى لو زاد الكالسيوم في الاكسترا فلويد قوه انقباض القلب هتزيد. وعشان كده بنلاحظ يا اولاد ان لما ندي عيان حقنه كالسيوم عام بيبقى عنده الرجي. من العلاجات اللطيفه للحساسيه ان ندي العيان حقنه كالسيوم في الوريد. فكل عيانين لاحظوا انك وانت بتدي له حقنه الكالسيوم قوه انقباض القلب بتزيد لانك زودت الكالسيوم في الاكسترا فلويد. بس المعلومه دي يا اولاد يمكن تكون اهم معلومه في المحاضره لانها مي سيف اي بيشنت. حقن الكالسيوم تعطى ببطء 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 شديد في الوريد، لان ممكن تزود قوه انقباض القلب لدرجه ان الهارت ستوبس ان ستول. تخيل يعني لو انت بتدي له حقنه الكالسيوم من كتر ما قوه الانقباض تزيد في الاخر القلب يقف في ستول وعن يموت. فمن اهم المعلومات في هذه المحاضره ان حقن الكالسيوم اللي بنديها في حالات الحساسيه تعطى ببطء ببطء شديد في الوريد، لان الكالسيوم بيزود انقباض القلب. فلو اديتها بسرعه جامده ممكن ده هارت ستوبس ان سيستول وتبقى دي كده يا اولاد. طيب نيجي لل دراجز بعد كده نمره 4. ديجيتاليس برضه بيزود الانقباض عن طريق انه بيزود الكالسيوم، وحكيت قصه ديجيتاليس ان ده واحد من اهم الادويه اللي بنستخدمها في الهارت فيلير، وانه اكتشفوا بارجع للمحاضرات السابقه مشعوذ. طيب ازاي بقى الديجيتاليس بيزود الكالسيوم؟ دي قصه هتاخدها في الفارماكولوجي لازم تبقى عارفها كويس قوي، بس انا بشرحها لك بطريقه سهله اتمنى باذن الله تفهمها. اهو تعالى اوريها لك. كيف يعمل الديجيتاليس؟ الديجيتاليس بينهبت حاجه فيستيميليت حاجه، او اكشولي بيموديليت حاجه. الديجيتاليس انهبتس الصوديوم بوتاسيوم بامب وعليه الصوديوم يقعد جوه. ما هو الصوديوم بوتاسيوم بامب ده كان بيمسك الصوديوم اللي جوه اللي دخل جوه خطا، والبوتاسيوم اللي خرج بره خطا، ويلفهم يجيب كل واحد في موضعه. فلان الديجيتاليس بينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب يبقى ما فيش صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الصوديوم هيتحوش في مكان غلط جوه، هو المفروض يبقى بره. طب احنا عارفين ان الصوديوم كالسيوم تشينجر ده بيشتغل بوث ويز، يعني لو لقى الصوديوم كتير جوه هيخرج الصوديوم ويدخل عوض عنه كالسيوم جوه جوه اهو المطلوب هيقوي الانقباض. ادي ازاي يا اولاد الديجيتاليس، عشان المعلومه دي انا عارف ساعات في الفارماكولوجي بتبقوا كونفيوزد فيها، ازاي الديجيتاليس بيقوي انقباض القلب؟ ده اهم عقار بنستخدمه في الهارت فيلير. طبعا في عقاقير اخرى بنستخدم مدرات للبول وبنستخدم فازوليتور، بس ده بيقوي قوه انقباض القلب. ازاي؟ بينهبت حاجه فيموديوليت حاجه، بيوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب فيشغل الصوديوم كالسيوم اكتشينجر بالطريقه اللي احنا عاوزينها. غلطه اللي هنا اللي حصل الصوديوم اتجمع جوه، فهو ياخد الصوديوم طلع بره وعوضا عنه يدخل الكالسيوم وهو المطلوب. يبقى بينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب فيموديوليت الصوديوم كالسيوم اكتشينجر بحيث يجيب الصوديوم بره يعني يصلح الغلطه، والكالسيوم جوه يساعد الانقباض. يبقى دول الاربعه فاكتورز يا اولاد اللي بيقووا انقباض القلب. نقولهم تاني في عجاله. طبعا اهم حاجه السيمباثيتك بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، انها بتشتغل البيتا بالسايكليك ام بي اللي بيزود الكالسيوم. طب الجلوكاجون بيزود السايكليك ام بي وعليه يزود الكالسيوم. طب ناخدها نجيب من الاخر، اي زياده في الكالسيوم في الاكسترا فلويد بتؤدي لزياده انقباض القلب. وبعدين الدراجز الديجيتالس اللي بيزود الكالسيوم. وبعدين الذنسين، الذنسين ده موجود في القهوه يا اولاد. الواحد مش يقول لك واحد لما ياخد قهوه يقول جالي بالبيتيشن خفقان في القلب، حاسس ضربات قلبي قويت. ليه؟ لان الذنسين الذنسين بيمنع تكسير وبالتالي يزود السايكليك ام بي. بيمنع تكسير السايكليك ام بي وبالتالي يزوده. ولا تنسوا يا اولاد الجمله الاساسيه ان the main role of cardiac contraction هو للكالسيوم. الكالسيوم هو المتحكم الاساسي في انقباض القلب.
هذه جملة كروشيال مهمة جدا. ناخد بقى الحاجات اللي هي نيجاتيف انوتروبيك اللي هي بتضعف انقباض القلب. يبقى اذا كان هناك سيمباثاتيك يبقى هنا بارا سيمباثاتيك. طب نوع الريسبتور اللي على الكاردياك والسموث ماسل قلتهم ماسكارينيك يا ولاد ما تلخبطش. اللي على السكيليتال ماسل نيكوتينيك، اللي على الكاردياك والسموث ماسل ماسكارينيك. طب ازاي حتى ماسكارينيك 2 هنا في الحاله دي ازاي بقى؟ بتنقص سايكليك ام بي. يبقى عكس هنا، هنا كان بتزود سايكليك ام بي، بتنقص سايكليك ام بي. طب تاني حاجه الادينوزين بينقص سايكليك ام بي. طب الهايبوكس ده بطريقه ثانيه خالص. الانقباض عاوز طاقه بيحصل عليها من ادينوزين ترايفوسفيت. لما يبقى مفيش اكسجين ما يتعملش ادينوزين ترايفوسفيت. طبعا انت فاهم ليه؟ الادينوزين ترايفوسفيت يا اولاد بيتعمل في الميتوكوندريا. نوع الانزيمز اللي في الميتوكوندريا اوكسيديتيف انزيمز، عاوزه اكسجين عشان تعمل اي تي بي. يبقى لما يبقى فيها هايبوكسيا الاوكسيديتيف انزيم بتاعت الميتوكوندريا مش هتشتغل، والميتوكوندريا هي المكان الوحيد اللي بتعمل فيه اي تي بي، مفيش اي تي بي، مفيش طاقه للانقباض، فالانقباض يبقى اضعف. نيجي الدراجز، احنا قلنا اهم حاجه بتقوي الانقباض الكالسيوم. يبقى الكالسيوم شانلز بلوكر، الادويه الدايهيدروبيريدين اللي بتقفل ال L تايب كالسيوم شانل. وعشان كده بيستخدموا الادويه دي يا اولاد عشان يضعفوا انقباض القلب لما يبقى عين ضغطه عالي، فنضعف انقباض القلب، نخلي القلب يضخ اقل فالضغط يقل. احد اربع علاجات اساسيه لاكثر الامراض انتشارا في العالم وهو ارتفاع الضغط الهايبرتنشن. في عيانين حتى ما هماش في طب تقول له بتاخد ايه علاج للضغط، يقول لك باخد كالسيوم شانلز بلوكر. بس انت تبقى فاهم بتشتغل ازاي. دي بتقفل ال L تايب كالسيوم شانل الاهم، تقلل الكالسيوم جوه القلب فانقباض القلب يبقى اقل، يضخ دم اقل فالضغط يقل. والانستاتيكس دراجز الادويه بتاع التخدير بتضعف انقباض القلب. وكلمة أنيثيزيا من شقين، الثيزيا يعني إحساس يا أولاد، أن يعني لا إحساس، أنيثيتك يعني لا إحساسات اللي هي المخدرات. يبقى دي البوزيتيف إينوتروبيك ودي النيجاتيف إينوتروبيك. طيب نيجي ريجوليشن أوف ريلاكسيشن يا أولاد. البيتا أدريناجيك ريسبتورز زي ما كانت بتستيميليت الكونتراكشن أوف ذا هارت في نفس الوقت بتساعد الريلاكسيشن. ازاي؟ عن طريق برضه السايكل ام بي، يعني السايكل ام بي بيزود الكالسيوم فيساعد الانقباض. طب ازاي بيسرع الريلاكسيشن؟ تعال نشوف. انت بانه بياكتيفيتس السيركه. السيركه ده اللي هو الميكانيزم اللي كان بياخد الكالسيوم باك تو ساركوبلازميك ريتيكولم. اللي هو فاكر اختصار ايه دي؟ ساركو اندوبلازميك ريتيكولم كالسيوم اي تي بيز، لان عاوزه طاقه. هو بيأكتيفيت الميكانيزم ده، يبقى الكالسيوم بيتاخد بسرعه في الريلاكسيشن يبقى بسرعه. وبعدين نمره 2 بيقلل البايندنج اوف كالسيوم مع التروبونين سي. ما هو عشان يحصل كونتراكشن لازم قلنا الكالسيوم كان بيمسك في السي بارت اوف تروبونين يشيله بعيد. هو بقى بيمنع ان الكالسيوم يمسك في السي بارت اوف تروبونين. فالتروبونين والتروبومايسين يرجعوا يفصلوا المايسين من الاكتين ويحصل ريلاكسيشن. يبقى البيتا ادرينرجيك ريسبتورز السمباثاتيك بيساعد انقباض ويساعد ريلاكسيشن. الاثنين بالسايكل ام بي، هنا عن طريق انه بياكتيفيت السيركا بامب وبيقلل بايندنج اوف كالسيوم مع تروبونين سي. طيب المايكارديال اسكيميا نقص الدم لعضله القلب. اسك يعني نقص يا اولاد، وايميا يعني دم، اللي هو يقول لك الناس اللي عندها قصور في الدورة التاجية، يعني فيش دم كفاية بيروح لعضلة القلب. ليه؟ ليه 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 ريلاكسيشن بيبقى انهبيتد؟ لأنه الميكارديال اسكيميا بتزود البرميابيلتي بتاعت السيلز فبتخليها يبقى جواها كالسيوم أكتر، وده بينهبيت الريلاكسيشن. يبقى الكالسيوم يساعد الكونتراكشن بس ينهبيت الريلاكسيشن. يبقى القصور في الدورة التاجية بينهبيت ريلاكسيشن. ده سؤال نظري مهم اللي هو ريجوليشن أوف
inotropic state. هتقول الحاجات اللي بتساعد انقباض 4 واللي بتنقص الانقباض 4، وبعدين تقول regulation و relaxation. طيب نيجي للجزء بقى بتاع الكيرفات يا ولاد، وهنا بقى عاوزين ده نمشي ببطء اكتر شوية. احنا كنا اتعلمنا ان اي عضلة بتنقبض بطريقتين، يا ايزوتونيك يا ايزومتريك كونتراكشن. فتعالى في عجالة نراجع الايزومتريك والايزوتونيك كونتراكشن. الاول انا عاوز اقول لك احنا الدراسة بنعملها ازاي في كاردياك ماسل. احنا يا اولاد ما بناخدش اي حتة في كاردياك ماسل، لان اي حتة بتبقى كيرفت كده. فاحنا بننقي البابيلاري ماسل، عارف الزوائد اللي هي ماسكة في كوردة تنديني، تبقى عدلة كده وحلوة. يبقى بنخلع من جوه عضلة القلب البابيلاري ماسل، ده الجزء في الكاردياك ماسل اللي هنشتغل عليه، عشان عاوز برضو يبقى عندك تخيل عشان تفهم. يبقى الشغل على البابيلاري ماسل اوف ذا هارت، لان دي ستريت، انما اي حته تاني في القلب هتبقى كيرفت كده، ما عدا البابيلاري ماسل بتبقى ستريت. طيب واحنا كنا اتعلمنا ان اي ماسل بتتكون من جزئين، كونتراكتايل اليمنت اللي هي الاكتين والمايسين، وسيريز الاستيك اليمنت، كل عضله جواها استيك منه فيه، سيريز الاستيك اليمنت. يبقى كونتراكتايل اليمنت وسيريز الاستيك اليمنت. دلوقتي احنا هنحط هنعلق في العضله دي في البابيلاري ماسل هيفي لود، يعني مش هتقدر تشيله، وبعدين نحطه على سبورتنج سيرفيس، على سطح كده. يعني ادي العضله متعلق فيها هيفي لود مش هتقدر تشيله، والهيفي لود ده متثبت على سبورتنج سيرفيس، وده جهاز بيقيس الشد، يعني مقدار الشد. وبعدين نيجي بقى لو انت معلق في العضله هيفي لود، يعني تقل كبير، واديتها الكتريكال ستيميليشن مش هتقدر تشيله، امال ايه اللي هيحصل؟ هيطلع كروس بريدجز من المايسن تشد الاكتين، فالكونتراكتايل اليمنت الساركوميرز هتقصر. طب حلو خالص. ف بس اللوب ما تشدش، فالقصر في الكونتراكتايل اليمنت هيقابله شد في السيريز الاستيك اليمنت، اهي اتشدت. يبقى دي اسرت بس التقل ما اتشالش، فدي اتشدت. وعليه ايه اللي حصل في العضله دلوقتي؟ فكر معايا، اللينث اهو باللون الاحمر ثابت، طول العضله ثابت، امال ايه اللي زاد؟ التنشن. احنا بنسمي التسميه يا اولاد حسب مين ثابت، ايزومتريك يعني مقياس ثابت، متر يعني مقياس. بقول لك في البيت هات المتر، المتر ده بتعمل ايه بيه؟ بتقيس اللينث. فايزومتريك يعني اللينث ثابت وان كان التنشن زاد، ده يسموه ايزومتريك كونتراكشن. في النوع الثاني بقى اللي هو الايزوتونيك، لو جبت لايت لود ثقل خفيف وبعدين اديت ستيميليشن للعضله، فالاول هحكي لك اللي مش باينه في الرسمه، في الاول العضله هتجنريت تنشن، هتعمل تنشن، يعني الاكتين هيشد المايسن في محاوله انه يحرك اللايت لود لحد ما التنشن يوصل للليفل، للمستوى الشد الواقع على الثقل، يبقى من القوة بمكان بحيث يحرك اللود، يبقى اللود يتحرك اهو لفوق. وانس اللود ابتدى يتحرك التنشن يقعد ثابت، التنشن ثابت، بينما اللود بيتحرك بيتحرك يبقى الطول بيقصر. يبقى مين اللي ثابت هنا؟ التنشن. مين اللي قصر اتغير؟ اللينث. فلان التنشن ثابت هنا لان اللود اتحرك، فسموها ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى تاني دي صعبه شويه، لان اللي قلت لكم قبل كده ان اي ايزوتونيك كونتراكشن يا اولاد، فاكر
كان بيبتدي ايزومتريك، يعني زي ما قلتها ان الثقل الاول، يعني العضله يبقى فيها تنشن تجريت تنشن عشان تقدر تشيل الثقل، لازم التنشن يتخطى ثقل الثقه او قوه الثقه. طب في الحاله دي العضله ما استريتش لسه، يبقى ايزومتريك لحد ما التنشن يبقى من القوه بمكان بحيث يحرك الثقل، يبقى تحول الكونتراكشن من ايزومتريك الى ايزو تونيك. يبقى في الايزو تونيك كونتراكشن بتمر العضله بمرحلتين، الاول تزود التنشن، تزود التنشن لحد ما يتحرك الثقل، وانس الثقل ابتدى يتحرك تنشن يثبت، يثبت على المستوى اللي وصل له، المهم يثبت طوال الانقباض التنشن زودناه عشان نحرك الثقل، بس وانس وصلنا المستوى اللي يقدر يوفركم الانيرشيا القصور الذاتي بتاع الثقل ويحركه يثبت الثقل والعضله عماله تقصر، يبقى التنشن ثابت واللينث بيقل، يبقى مين اللي ثابت؟ التنشن، فيسموها ايزو يعني ثابت، تونيك يعني كونستنت تنشن. يبقى يوجد نوعان من الانقباض يا اولاد، ايزومتريك وايزوتونيك. ايزو يعني ايه في اللغه؟ ثابت. ايزومتريك يعني المقياس ثابت، اللود تو هيفي لكن التنشن بيزيد، فاهمنيش؟ الثابت هو اللينث، انما ايزوتونيك اللود بيتحرك يبقى العضله بتقصر، بس التنشن ثابت عند التنشن اللي قدر يرفعه، فيبقى التنشن ثابت واللينث بيقل فيسموها ايزو تونيك. ولا تنسى جمله بمليون جنيه، ان في حاله الايزو تونيك، في حاله الايزو تونيك كل ايزو تونيك كونتراكشن بيبتدي ايزومتريك لحد ما تتغلب على الثقل، تولي التنشن كافي يتغلب على الثقل، ثم يتحول من ايزومتريك الى ايزو تونيك. يعني مفيش حاجه اسمها تبتدي ايزوتونيك على طول، دي نقطة مهمة. أنا قلت الكلام ده قبل كده في محاضرات الماسلز بس بعيدها تاني معايا. ده كام نوع من الانقباض يا ولاد؟ نوعين، ايزومتريك وايزوتونيك. في الايزومتريك اللينث كونستانت والتنشن بيزيد، في الايزوتونيك التنشن كونستانت واللينث بيقل. طب ايه تطبيق ده عندنا في الكاردك ماسل؟ نفس السايكل يا ولاد، فاكر كانت الفنتكل بيبتدي بمين؟ عشان كده بدات بالسايكل الاول، الاول في ايزومتريك او ايزوفوليومتريك فيز كونتراكشن. لما قلت اعتبر ان الفنتكل كانه جواه كره بلياردو، يبقى الفنتكل بينقبض لكن اللينث ثابت، الطول ثابت بس التنشن بيزيد. وانس تغلب على البريشر في الاورطة وفتح الاورتيك فالف، اتحول من ايزومتريك الى ايزوتونيك اللي هو في الماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. يبقى الفنتكل بتاعنا بينقبض، الاول ايزومتريك اللينث ثابت طوال الايزومتريك كونتراكشن، او يسموه ايزومتريك او خد بالك او ايزو فوليومتريك، يعني مقياس ثابت او الفوليوم ثابت، ما احنا بنتكلم على فوليوم، لحد ما البريشر جوه الفنتكل يتخطى البريشر في الاورطه ويفتح الاورتيك فالف، يتحول من ايزو فوليومتريك ايزومتريك الى ايزوتونيك اللي هو الماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. يبقى فهمناها؟ تمام. طيب نيجي بقى حاجة اسمها بريلود وافتر لود، كل ده قلناه في المصري بس انا بعيده تاني لاني بتخيل انكم نسيتوا حاجات كتير يا ولاد. بريلود وافتر لود، قلت وبقول وهقول ان في مسابقات حمل الاثقال بيتبارى المتسابق بطريقتين، بريلود وافتر لود. بريلود من اسمه اللي هو لود بتشيله العضله من قبل ما تنقبض، فطبعا لما العضله تشيله من قبل ما تنقبض بيعمل ايه في العضله؟ بيعمل ستريتش. ليه سموه بريلود؟ لانه بيتشال اهي بري اهي، لانه بيفور ماسل كونتراكشن. طب بيشد على العضله، مين اللي شادد على العضله هنا؟ اللود، يعني العضله ما عملتش حاجه لسه، فده يسموه باسيف تنشن.
وكلما تعاظم وزاد الباسيف تنشن معناها ان البريلود زايد، لان حاجه بالعقل كل ما اللود بقى اتقل هيشد على العضله اكتر هيزود الباسيف تنشن. اذا الباسيف تنشن مقياس للبريلود. وحتى حلو يا اولاد اوعوا تنسوها البي مع البي، انا كل حاجه عاملها بطريقه رائعه في الحفظ. مين بيميجر البريلود؟ الباسيف تنشن. وتبقى حضرتك متخيل اهو معايا سهل قوي، يعني العضله اهي وانا معلق فيها تقل، هي ما انقبضتش خالص. فالثقل ده تصور ان ده الالاستيك اليمنت اهو، الثقل ده هيشد على الالاستيك اليمنت، هو اللي شادد على الالاستيك اليمنت، يبقى في تنشن جوه العضله. هل العضله هي اللي عاملاه دفعت فيه حاجه؟ لا، ده اللود عامل هذا التنشن. يبقى بالنسبه للعضله ده باسيف تنشن، لسه ما انقبضتش فهو شايلاه قبل ما تنقبض، فهو بريلود. كل ما اللود زاد هيزود 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 الباسيف تنشن. اذا الباسيف تنشن مقياس للبريلود، اوعى تنساهم، عاوز يرتبطوا بذهنك الاثنين مع بعض. تاني، عضله اهي مش منقبضه، معلقينها بس كده، فيها كونتراكتال ان متاسكه ما تنقبضتش خالص. وبعدين هروح معلق فيها لود، لود صغير هيشد الاستيك ده شده صغيره، لود اكبر هيشدها اكتر، لود اكبر هيشدها اكتر. يبقى كل ما اللود زاد بيزيد التنشن، ده التنشن ده العضله دافعه فيه حاجه، اللود اللي هو الشادد، يبقى باسيف تنشن بيزيد بزياده البريلود. اذا الباسيف تنشن مقياس للبريلود في الام اس كيو، الباسيف تنشن هو بتاع البريلود. طيب، بينما الافتر لود ده بيحصل لو اديت العضله ستيمولس هتشيل اللود. هنا التنشن جاي منين؟ جاي من ان الاكتين طلع منه كروس بريدجز شدت المايسين طلع منه كروس بريدجز شدت الاكتين. يبقى مين اللي عامل التنشن ده؟ لما بتدي ستيمولس للعضله اللي عامل التنشن ده هو الماسل. طلع من المايسين كروس بريدجز مسكت الاكتين وشدت شدت، يبقى ده اكتف تنشن. يبقى الاكتف تنشن بيحصل بعد الكونتراكشن، لو العضله انقبضت يحصل اكتف تنشن. صح؟ طيب، كل ما اللود اللي بيتشال بالعضله اكتر اللي هو يسموه افتر لود بقى، لانه بيتشال بعد الكونتراكشن، افتر لود ده بعد الكونتراكشن، كل ما احتاجت الى اكتف تنشن اكتر. عشان كده الايه مع الايه، يبقى الاكتف تنشن مقياس للافتر لود، الباسيف تنشن مقياس للبريلود. يا اولاد حلوه اهي، حته حته مع بعض عشان نفهم الموضوع كويس. يبقى تاني، بريلود اهو بيفور ماسل كونتراكشن، هيعمل ايه ده قبل الكونتراكشن؟ ماسل ما انقبضتش ومعلق فيها لود، هيشد على العضله، يبقى العضله دافعه حاجه؟ لا، يبقى باسيف تنشن. كل ما اللود زاد الباسيف تنشن يزيد، يبقى الباسيف تنشن ميجر للبريلود. بينما الافتر لود هيحصل لما الماسل تكونتراكت، عشان كده يسموه افتر، بعد الانقباض مش قبل. تاني بري كان قبل، ده بعد. مين اللي عامل التنشن ده؟ قلت المايسن بيطلع منه كروس بريدجز تشد الاكتف، يبقى ده اكتف تنشن. كل ما اللود اكتر هتحتاج عشان تحركه الى شد اكتر، يبقى الاكتف تنشن مقياس للافتر لود. ده نقط ام اس كيو مهمه جدا. طيب، نيجي الانديكيشن اوف ماسل كونتراكشن، ده سؤال ام اس كيو رهيب. قلنا يوجد نوعان من الانقباض، ايزومتريك وايزوتونيك. احنا يا اولاد اتعودنا في ثانوي ان احنا بنقيس المتغير مش الثابت. في الايزومتريك لما العضله بتنقبض، ايزومتريك كونتراكشن، بيبقى اللينث، قول معايا ايزومتريك، يبقى اللينث ايه؟ ايزومتريك ثابت، يبقى مين اللي بيتغير؟ تنشن. هذا النوع من التنشن تسميه ايه؟ تنشن بسبب الانقباض، بعد الانقباض اكتف تنشن. يبقى مقياس قوة الانقباض الايزومتريك كونتراكشن هو بالديجري اوف اكتف تنشن. كل ما الاكتف تنشن زاد معناها الانقباض اقوى. يبقى الاكتف الديجري اوف اكتف تنشن هو مقياس للايزومتريك كونتراكشن. طيب، نيجي للايزوتونيك كونتراكشن. ايزوتونيك مين اللي ثابت؟ تنشن. مين المتغير؟ اللينث،
يبقى مين هيقول لي قوة الانقباض؟ التغير في اللينث. هنا حاجتين بقى للأوائل، الديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج. هو ده الموضوع، احنا عندنا كيرفين، كيرف بيقيس الديجري اوف شورتنج مقدار القصر، والتاني بيقيس سرعة القصر. شرح يا ولاد طول عمره طفولي، بس عشان تفهم وتفهم الموضوع اسهل مما تتصور. بص دلوقتي ادي عضلة اهي انقبضت، صح؟ ده الانقباض الاول، ودي ده الانقباض الثاني. مين اقوى الثاني؟ ليه؟ لان مقدار القصر اكتر، او خليها كده احسن، خليها بالعرض احسن. ده الانقباض الاول وده الانقباض الثاني، مين اقوى؟ الثاني. عرفته منين؟ من مقدار القصر. طيب فكر في اللي بعدها، عضلة انقبضت اهي، ده الانقباض الاول وده الانقباض الثاني لنفس مقدار القصر بس حصل ببطء، يبقى انهي انقباض اقوى؟ الاولاني، مع ان هما اتنين قصروا نفس، بس الاولاني قصر بسرعه انما الثانيه قصرت ببطء. يبقى اللي بيعبر عن قوه الانقباض في حاله القصر، في حاله الايزوتونيك، هو حاجه باتنين، يا اما الديجري اوف شورتنج دي اقوى من دي، degree of short، يا اما ال velocity of shortening، دي اسرت بسرعة دي اسرت نفس المقدار بس ابطأ. اظن واضح. يبقى مقدار القصر وسرعة القصر، degree of shortening and velocity of shortening. دي اسئلة بمليون جنيه في الامسكيو. يبقى مين دلائل قوة الانقباض في حالة الايزومتريك؟ دليل واحد بس، الاكتف تنشن، خلاص. انما في حاله الايزوتونيك التنشن ثابت، اللي بيتغير هو اللينث، لينث بيقل، الديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج. طيب تيجي بقى الكيرفات يا اولاد، خدناها قبل كده في المصري، قلنا ان احنا عندنا في العضله ده اسمه لينث تنشن ريليشن شيب، العلاقه بين اللينث اللي هو الانيشال لينث اوف ماسل والتنشن. وقلنا ان في نوعين من التنشن، باسيف واكتف. وتعال نشوفها تاني، شيء من الخيال مع العبد الله. دلوقتي ادي عضله اهي، خلاص مش كونتراكت ولا حاجه، كل ما ازود يعني اعلق فيها تقل فهيزود اللينس بتاعها، كل ما زاد اللينس يعني، او تخيلها كده، ادي عضله اهي بلاش تقل خالص، كل ما زود الانيشال لينث بتاعها، انا اللي مزود، هي ما بتنقبضش، يبقى التنشن جواها يحصل له ايه؟ يزيد. ده يسموه ايه؟ باسيف تنشن. يبقى كل ما بزود طول العضله كل ما التنشن اللي فيها يزيد، مفيش ليميت، عارف ايه الليميت الوحيد ان انا اقطعها؟ يبقى ذا جريتر ذا انيشال لينث، اهو كل ما زود الانيشال لينث المحور افقي، كل ما يزيد الباسيف تنشن، مفيش ليميت، في ليميت طبعا انها تقطع في الاخر. بينما الاكتف تنشن، فاكر ستارتنج يعني هعلق تقل وادي طول العضله واديها ستيمولس تنقبض. طب لو حطيت تقل اكتر، زود انيشال لينث اكتر واديتها ستيمولس تنقبض اقوى، يبقى التنشن الاكتف تنشن يبقى اقوى. بس ستارتنج قال ايه يا اولاد؟ وذين ليميتس. يبقى اي عضله تشدها انت اللي بتشدها، هي ما عملتش حاجه، مش بتنقبض، كل ما تشدها كل ما تزود اللينث يزيد التنشن، ده باسيف، كل ما تزود اللينث يزيد استك، ماسك استك، بلاش عضله خالص، ما هي العضله جواها استك، سيب الاستك، كل ما تشده التنشن يزيد، تشده التنشن يزيد، تشده التنشن يزيد اكتر، مفيش اي ليميت غير انها تقطع. العضله ما عملتش حاجه، يبقى ده باسيف تنشن. انما لما تشد العضله وتديها ستيمولس، كل ما كان الطول المبدئي اكتر تنقبض اقوى. يبقى الاكتف تنشن دايركتلي بروبورشن تو انيشال لينث، بس وذين ليميتس. لو استر يو ده، قلت فكره مسابقه رمي الرمح يا اولاد، فاكرين لما قلنا ليه المتسابق كان بيجيب ايده لورا كده؟ عشان يزود الانيشال لينث بتاع البيكتوراليس ميجور، عشان الانقباض يبقى اقوى. يبقى ذا جريتر ذا انيشال لينث، ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن وذين
ليميتس. فالقصة سهلة جدا اهي. يبقى في اللينث تنشن ريليشن شيب وخدناها قبل كده بس انا عدتها. الباسيف تنشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا لينث. مفيش ليميت هنا. الليميت احنا فاهمينه الرحنة، مش هنقول الممتحن ان طبعا في ليميت، لو شدتها خالص هتقطع. انما الاكتيف تنشن ذا جريتر ذا انيشال لينث ذا مور ويل بي ذا اكتيف تنشن وذين ليميتس ستاندينج لو. طيب عاوزين نعرف بقى الديجري اوف شورتنج ازاي نحسبه. بص معايا، ادي اخترنا هذا اللينث، يبقى ده الانيشال لينث بتاع العضله وعلقنا فيها لود. فالعضله قلنا هتنقبض في كام مرحله في الاول عشان تشيل اللود، حتى الايزوتونيك بيبتدي ايزومتريك. الاول هيقعد طولها ثابت اهو، اللينث هنا على الافق، يبقى لما امشي كده يبقى اللينث ثابت، ده اللينث ثابت اهو، يبقى بتعمل ايزومتريك كونتراكشن. ليه؟ اللينث ثابت اهو، اللينث ثابت، بس التنشن هنا، التنشن اهو، التنشن عمال يزيد لحد ما التنشن يبقى باورفول انف ان يشيل الثقل تبتدي تقصر. يبقى الانقباض الاول اللينث ثابت لكن التنشن بيزيد اهو، اللينث تحت افتكر والتنشن اهو اهي، اوريها لك في الكيرف اللي جنبه عشان ما تتلخبطش. هنا اللينث وهنا التنشن. لما اقول العضله بتعمل كده كده، يبقى اللينث ايه؟ اللينث عند النقطه دي يبقى لينث ثابت ايزومتريك، بس التنشن بيزيد لحد ما تجنريت تولد اناف تنشن يشيل اللود، هتبتدي تقصر اهو بالشكل ده، تقصر اهو. يبقى الليفل اوف تنشن يقعد ثابت اهو، التنشن هنا ثابت، هنا ثابت، وفي نفس الوقت اللينث بيقل. يبقى اللاين ما بين 2 و 3 ده بيمثل لك الديجري اوف شورتنج ديورينج كونتراكشن. يبقى ده كيرف سهل جدا، بيمثل عضلة بتنقبض ايزوتونيك، بدأ الانقباض ايزومتريك، يعني اللينث اهو ثابت عند النقطة دي، ما بتغيرش اللينث اهو، بس مين اللي بيزيد؟ التنشن. لما عمل الجنريشن الانف تنشن ثبت التنشن اهو عند الليفل ده، وابتدت العضلة تقصر اهو. يبقى اللاين ما بين هنا 2 و 3 بيمثل الديجري اوف شورتنج. السؤال الرابع في الكونتراكشن، واحد من اهم المحاضرات الكونتراكشن بتاع الكارديك مصر، مين الفور ميجور فاكتورز افكتنج ذا بيرفورمانس، يعني الاداء، الاربع عوامل الاساسيه التي تؤثر في اداء الايزوليتد كارديك مصر. ايزوليتد يعني معزوله. في اربع حاجات: البريلود، الافتر لود، الانوتروبيك ستيت، والفريكوانسي. دول هندرسهم ونقفل بكده يا اولاد. بريلود، افتر لود، انوتروبيك ستيت، اند فريكوانسي. كل ما تزود البريلود، البريلود ده قلنا الثقل هيتشال من قبل الانقباض. لما كنت بحكي لكم في مسابقه اللي هو حمل الاثقال، فاكر البريلود؟ كان قلنا كده ان الراجل بيجيب البار ويشيله كده، لسه عضله ما انقبضتش، بريلود من قبل ما يرفعه. ده ميزه، لانه كل ما زاد البريلود هيزود الانيشال لينث بتاع الماسل، فحسب الستارتنج لو قوه الانقباض هتزيد. يبقى البريلود حلو جدا. لما العضله تشيل اللود من الاول من قبيل حتى الاستعداد، كلمه كده، يبقى كل ما شايله اللود، اللود ده بيعمل ايه؟ بيزود الانيشال لينث بتاع العضله. كل ما زاد اللود اللي شايلاه زود اكتر انيشال لينث، حسب الستارتنج لو قوه الانقباض تزيد. لكن الافتر لود مش كده، الافتر لود قلنا هياخده خطف، يعني بينزل كده على ركبه، يبقى بس ماسك اللود مش شايله، يعني ماسكه على الارض كده، ماسكه كده اجي يشيله وهو نصيبه. اللود صغير يشيله بسرعه قوي، اللود تقيل يشيله ببطء، اللود عطل يشيله ببطء، يبقى العلاقه بقت عكسيه، لان اللود بيتشال بعد الانقباض، هو مسموح له بس يمسك البار ما يشيلوش في ايديه كده. اللود ما بيشدش على العضلات وهيشيله خطف، يعني اللود هيحسه اول مره ساعه ما يعمل كونتراكشن. هنا تبقى هباب، كل ما زاد الافتر لود قوه الانقباض تبقى اضعف. وعشان كده قلت نفس المتسابق اللي عنده نفس القوه يجيب رقم حلو قوي في البريلود، لما يسمح له يعلق اللود كده في ايديه شويه
شيل ثقل اكتر لان اللود ده بيزود الانشالاس حسب ستارلينج لو قوه الانقباض بتزيد. لكن لما ياخدوا خطف لا ما استفادش بان الانشالاس زاد، يبقى بالعكس كل ما لود يزيد يشيلوا ابطا. يبقى البري لود علاقه طرديه، الافتر لود علاقه عكسيه. واحد من اهم المواضيع في الطب يا اولاد. طيب ثالث حاجه الانتروبيك، البوزيتيف انتروبيك هيزود الانقباض. رابع حاجه الفريكوانسي، لما نزود فريكوانسي فاكر ستيركيس فينومينون تربي فينومينون بتزود الانقباض لحد ما تثبت. يبقى اقولها بطريقه سهله يا اولاد، يبقى في الاربع عوامل كلهم بيزودوا ما عدا عامل واحد. مين اللي وحش؟ الافتر لود، انك تشيل الثقل بعد الانقباض، يعني تفاجئ بيه بعد الانقباض. بريلود انت استعدت له لما علقته في ايديك، يزود الانشال لينث، يزود فورس اوف كونتراكشن. انما تشيله فجاه تشيله، يعني تحسه بعد ما تشيله، لا لو خفيف تشيله بسرعه جدا، تقيل تشيله ابطا ان سو اون. انتروبيك يزود، الفريكونسي يزود، يبقى كلهم يزودوا ما عدا مين يا اولاد؟ اهي الافتر لود. ما تنساش امسكهم واحده واحده بقى وركز معايا، ركز معايا. الاول هندرس الافتر لود، وبعدين هندرس البري لود والانتروبيك على الكيرفات بتاعت الافتر لود. يعني الكيرف الاساسي هو بتاع الافتر لود. حط العلاقات تاني ما بزهقش، قلتها 100 مره. الافتر لود الديجري اوف شورتنج، احنا بنعبر عن قوه الانقباض في لما نشيل حاجه، لما نشيلها نشيلها يبقى عايزه ايه؟ ايستونيك، يبقى العضله هتقصر. مين اللي يعبر عن قوه الانقباض؟ مقدار القصر الديجري اوف شورتنج وسرعه القصر. كل ما تزود الافتر لود يقله، يبقى العلاقه عكسيه، ده ديجري اوف شورتنج والفيلوستي اوف شورتنج انفيرسلي بروبورشن تو افتر لود. الديجري اوف شورتنج ده بندرسه في اللينث تنشن كيرف اهو اللي درسناه قبل كده، فاكر اهو. يعني احنا قلنا الاول الانقباض هيبقى ايزوتونيك تجنريت ايزومتريك اسف تجنريت انف تنشن بحيث تشيل الثقل، ده مقدار القصر. لو الافتر لود زاد، يعني الثقل زاد اهو هاير افتر لود، وهنثبت بادئين بنفس اللينث بتاع العضله، ما هو قلنا الافتر لود لا يؤثر ما بيزودش الانيشال لينث، بادئين بنفس اللينث بس هتشيل ثقل اكتر، يبقى يوهاب انك تجنريت تنشن اكتر عشان تشيله، فبدل ما توصل لهنا هتوصل هاير افتر لود. يبقى شوف مقدار القصر حصل له ايه؟ قل، بقى بدل من 2 ل 3 بقى من 2A ل 3A، يبقى الديجري اوف شورتنج قلت. يبقى تاني الافتر لود الثقه اللي بتشال بعد الانقباض، يبقى لا يؤثر على الانيشال لينث، فاللينث في الحالتين ثابت اهو. لو بدأت بثقل قليل هتحتاج تجنريت كمية تنشن قليلة وتبتدي بعد كده الايزوتونيك الشورتنج، انما لو التقل جامد هتحتاج تنشن اعلى وتبتدي بعد كده الشورتنج اللي هو الايزوتونيك. فبالتالي هنا مقدار القصر لما اللود يبقى اقل اكتر مقدار القصر لما اللود يبقى اكتر، انفيرسي بروبورشن. طيب نيجي بقى الافكت اوف انكريسنج الافتر لود مش على الديجري اوف شورتنج، على الفيلوستي اوف شورتنج. خلاص؟ على الفيلوستي اوف شورتنج. تعالى بقى افهمها لك، قلتها قبل كده لكن هقولها المره دي بتفصيل اكتر. بصوا يا ولاد ازاي بنعمل التجربه دي. تعالى افرجك. بنعملها ازاي؟ الاول ادي العضلة اهي. اي عضلة اتفقنا مش هتنقبض الا لو حطيت فيها بريلود الاول، يعني برغم من التجربة احنا بندرس علاقة الافتر لود، الافتر لود بسرعة الانقباض. يعني التجربة بنشوف علاقة الافتر لود بسرعة، ومع ذلك لازم التجربة تبتدي انك تحط بريلود. يعني العضلة لو ما علقتش فيها بريلود اهو مش هترضى تنقبض، لو جيت العضله كده ما فيهاش اي لود واديتها ستيمولس ما تنقبضش، انها قوه عاقله ما تنقبضش على الفاضي، لازم تحس ان في لود. فتجربه في الافتر لود فيلوستي بتبتدي بانك تعلق بريلود خفيف اهو.
وبعدين تحطه على سبورتنج سيرفس. بريلود هيشد العضله شويه او شدها شويه، بعد ما تخلص شد تروح حطه على سبورتنج سيرفس. طب فكر معايا، وانس ان في سبورتنج سيرفس، اي لود تحطه بعد كده هل هيشد العضله؟ لا، يبقى يعتبر افتر لود. العضله هتحسه امتى؟ لما تستيميليت العضله هتشيله، لما تعمل لها ستيميليشن دلوقتي هتشيله، هي مش حساه لانه السبورتنج سيرفيس شايله. لو حطيت لود واحد اللي هو اللود الاسود ده واديت ستيميليشن تشيله بسرعه جدا، حطيت اتنين لود الاسود والاحمر واديت ستيميليشن تشيله ابطا، ثلاثه الاسود والاحمر والابيض تشيله ابطا، قعدت تزود 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 في الاخر تدي ستيميليشن ما تقدرش تشيله خالص. يبقى دي العلاقه. يبقى كل ما زودت الافتر لود اهو الفيلوسيتي هتقل لحد ما في الاخر ما يقدرش يشيله خالص، سموها بي او، يعني البريشر اللي عنده الفيلوسيتي زيرو. بريشر ليه؟ لانه بص يا اولاد هقول لكم حاجه قلناها سابقا شويه، هو فين البري لود والافتر لود في السيركوليشن؟ اقولها بجمله سهله قوي. Most of cardiac work، معظم جهد قلبك بيبذله عشان يضخ حجم معين فوليوم معين في مواجهة بريشر معين، يسموها بريشر فوليوم وورك. معظم مجهود القلب عشان يضخ حجم معين في مواجهة بريشر معين. كمية الدم اللي بيتلقاها الدم دي بيتلقاها قبل ما ينقبض، عشان كده دي بريلود. الفوليوم هو البريلود. وشوف اللذة بقى، كل ما تلقى دم اكتر الانشال لينث تزيد، تلقى دم اكتر الانشال لينث تزيد، في حسب ستالين دول الانقباض يزيد. يعني الفوليوم حلو، لما يزيد الفوليوم ده بيزود قوه الانقباض. لكن اللي وحش الافتر لود اللي هو البريشر، لانه الهارت فيه كميه دم معينه ولا يدري شيء عن الاورتيك بريشر. هينقبض هينقبض لحد ما يفتح الاورتيك فالف ويضخ، هو نصيبه. لو البريشر قصاده عالي يضخه قليل، البريشر قصاده ده يضخ كتير، يبقى العلاقه عكسيه. يبقى الافتر لود في السيركوليشن هو الاورتيك بريشر، البري لود هو الفوليوم. انسى دي دلوقتي بس عشان تفهم ايه علاقه ده بالهارت. الورك بتاع الهارت بيعمله عشان يضخ فوليوم معين في مواجهه بريشر معين. لما يتلقى فوليوم اكتر، هو كده انقبض لسه ما انقبضش، كل ما يرجع له الفينس تيرن اكتر تلقى دم اكتر ما انقبضش، يبقى ده بريلود. يبقى الفوليوم بريلود حلو لانه بيحسه قبل ما يبتدي الانقباض، كل ما زاد هيزود انشال لينث يزود فورس كونتراكشن، علاقه طبيعيه. لو يزيد البريلود يزيد قوه الانقباض. لكن مين الوحش؟ البريشر. ليه؟ لانه لا يدري عنه شيء، في الاورتيك فالف قافل ما بينهم، الهارت هيبتدي الانقباض ولما يفتح الاورتيك فالف هيفاجئ بالبريشر بعد ما انقبض، يبقى افتر لود. لو البريشر عالي ينقبض بضعف ما يقدرش يضخ كتير، لو البريشر قليل يضخ جامد، العلاقه عكسيه. ادي العلاقه بالسيركوليشن، ما كانش ليها لازمه دلوقتي بس عشان تفهم ان الكيرفات دي مهمه. بصوا يا يبقى احنا افهم التجربه دي عشان انا عارف ناس كتيره ما بتشرحهاش، بس بدونها لازم تعرف عملناها ازاي. جبنا بابيلاري ماسل اهو المستقيمه، ما نقدرش، احنا عاوزين ندرس علاقه الافتر لود بسرعه القصر، وبرغم انها افتر لود لازم نعلق الاول بري لود يشد العضله، لازم العضله تحس انها مشدوده بري لود، وبعدين نحط سبورتنج سيرفس. طب اي لود هتحطه بعد كده العضله مش حساه، هتحسه لما تديها ستيمولس تنقبض هتشيله، يبقى ده افتر لود. يبقى اللي بتحطه قبل السبورتنج سيرفيس بري لود، اللي بتحطه بعد السبورتنج سيرفيس افتر لود. ما عليكش ازاي تعمل التجربه بس عاوزك تفهم، حتى حلوه اللي تحطه قبل السبورتنج سيرفيس ويشد العضله، ده اللي قبل بري، اللي قبل بري. اللي تحطه بعد ما تحط السبورتنج سيرفيس يبقى ده افتر لود. وبعدين شويه خيال بسيطه معايا يا ولاد، لو حاطط لود واحد افتر لود اللي هو الاسود ده بس وتديها ستيمولس، ده يشيله هواء بسرعه جدا. طب تزود تو لودز الاسود والاحمر يشيلوا ابطا، اسود واحمر وابطا، لحد تقعد تحط فلود لحد ما تدي ستيمولس مش قادر يشيل، يبقى العلاقه عكسيه. كلما زاد الافتر لود، كل ما تزود الافتر لود الفيلوسيتي عماله ايه؟
تقل لحد ما عندي نقطة معينة تدي ما فيش الافتر لود الفيروسي صفر ما قدرش يشيل. ليه سموها بي او؟ ده اللي خلانا نشرح لك، لان الافتر لود في السيركوليشن هو الاورتيك بريشر. في لو الاورتيك بريشر نظريا وصل علو عالي جدا لما انفتح الاورتيك فالف الفنتري ما قدرش ينقبض، ما قدرش يضخ دم من كتر ما هو عالي، فيسموه البريشر اللي عنده الفيلوستي زيرو. طب تعالى نعكس، هشيل اللود اللي فوق ده خالص واديها ستيمولس تنقبض اسرع شويه اهي، اشيل اتنين تنقبض اسرع، اشيل تلاته تنقبض اسرع. مخك يقول لك الفيلوستي ماكسيمم دي هتحصل امتى؟ مخي يقول لي لما اشيل كل اللودز، لو شلت كل اللودز واديتها ستيمولس هيبقى اسرع سرعه. لو شلت كل اللودز اللود زيرو هيبقى الفيلوستي ماكسيمم، سموها في ماك ماكس. بس دي نقطه نظريه، فاهم ليه؟ لان لو العضله اهي مش حاسه باي لود، خد بالك ان نقطه مهمه لطيفه برضو مش فاهمها كثير من الناس، ان البريلود بعد ما تدي الاستيمولس بيصبح افتر لود، ما هو بيتشال بعد، يعني هو اتشال قبله هيتشال بعد. فلو شلت كل اللود الافتر لود البريلود بقى مفيش اي لود، واديت ستيمولس العضله ما تنقبضش خالص. فعشان كده قلنا الفيلوستي ماكسيمم دي اكسترابوليتد بوينت، يعني كل كيرف عنده قطبين، ادي قطب اهو نقطه وادي قطب هنا، فدي نقطه خارج القطبين، imaginary point، نقطه تخيليه. امال بنجيبها ازاي؟ احنا بنقول للكمبيوتر مد الخط كده ورينا انت. لما بنعملها فعلا ما بتحصلش، لو شلت كل اللودز واديت ستيمولس هنا العضله ما تنقبضش خالص. احنا بنقول له لو شلنا كل اللودز قول لنا لو كانت هتنقبض كان الفيلوستي ماكسيمم هيحصل فين؟ عشان كده انا حاطط لاين دوتد منقط. قال كان المفروض تبقى هنا الفيلوستي ماكسيمم. يبقى خلصنا بان كل ما العلاقه بين الافتر لود والفيلوستي اوف شورتنج علاقه عكسيه. طيب تعال نشوف بقى تاثير البريلود. تفتكر هعيد نفس التجربه، اجيب راجل تكنيشن واقول له اعمل نفس التجربه دي، بس بدل ما تحط بريلود 2 جرام حط بريلود 4 جرام، وبعدين حط نفس الافتر لود هم. لو بدل ما يحط 2 جرام ابتدى ببريلود 4 جرام، يبقى الانيشال لينس بتاع العضله هيحصل لها ايه؟ فكر معايا، هيزيد، لان البريلود ده حساه من الاول. وبعدين حط السبورتنج سيرفس، يعني حط ال 4 جرام فالعضله اتشدت اكتر، زود انيشال لينس اكتر، وبعدين حط السبورتنج سيرفس. في الحاله دي لما يستخدم نفس الافتر لود احنا بادئين بطول اكتر حسب ستالينج لو قوه، وبالتالي سرعه الشورتنج هتبقى اكتر. فزياده البريلود عملت ايه بقى؟ بصوا يا ولاد اهي اللي باللون الاحمر، علت الكيرف برغم انه استخدم نفس الافتر لودز، الكيرف بقى اعلى لانه ابتدى ببريلود بدل 2 4، فابتدى بانيشال لينس اكتر، فحسب ستالينج لو قوه الانقباض وبالتالي سرعه القصر اكتر. فالكيرف شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت، ناحيه ايد اليمين. بص الكيرف كده طالع لفوق الاحمر وناحيه اليمين، ابوردز اند تو ذا رايت. بس بقى النقطه المفاجاه اللي بتيجي في الام اس كيو، طيب قلنا للكي تايب مد الكيرف كده، تعال نشوف كل ما نحط لود الانقباض يبقى ابطا 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 ابطا. طب اعكس، شيل واحد بقى اسرع، شيل واحد بقى اسرع اسرع. الفيلوستي ماكسيمم هتحصل امتى؟ لما تشيل كل لود. قلنا للكمبيوتر ورينا الفيلوستي ماكسيمم هيحصل فيها ايه، ففوجئنا بان التقينا في نفس النقطة، يعني تغيير البريلود شيفتس الكيرف ابورز اند تو ذا رايت، بات داز نوت افكت ذا فيلوستي ماكسيمم، لم يؤثر على الاطلاق على الفيلوستي ماكسيمم. طالب يقول لي ممكن تفهمنا دي؟ سهل قوي. ما هي الفيلوستي ماكسيمم يا ولاد؟ نقطة الفيلوستي ماكسيمم، لأن اللود عندها كام يا ولاد؟ زيرو. ادي النقطة بتاعت الفيلوستي ماكس. لو شلت كل اللودز افتر وبري لود مفروض الفيلوستي يبقى ماكسيم. فبالله عليك ازاي تتأثر نقطة ما عندهاش لود، مفروض ما عندهاش لود الفيلوستي ماكسيمم، باللود؟ كان اتنين كان اربعة ما تفرقش، ما هي نقطة نظرية مش هتحصل غير لو شلت كل اللودز.
فسواء بدات باثنين وشلتهم كلهم او بدات باربعه وشلتهم كلهم في الحالتين ادي الوضع بتاع الفيلوسيتي ماكس اهو نقطه ما عندهاش ولا لود. تفرق ايه بقى كان متعلق فيها زمان من نص ساعه 2 جرام ولا كان متعلق 4 جرام؟ وصلنا نفس النتيجه. عشان كده من اهم المعلومات في الطب انه زياده البري لود لا تؤثر في الفيلوسيتي ماكس، لان الفيلوسيتي ماكس نقطه ما عندهاش لود، فكيف تتاثر بتغيير اللود؟ فيبقى زياده البريود بتشيفت الكيرف ابورز اند تو ذا رايت بس داز نوت افكت ذا فيلوسيتي ماكسيمم. بينما تعالى بقى بص يا اولاد البوزيتيف انتروبيك، هنيجي لباحث نقول له اقعد اعمل لنا تجربه الفيلوسيتي افتر لود كيرف، العلاقه بين الفيلوسيتي وافتر لود. هعيدها تاني واسمعني ببطء. الاول الراجل الباحث زي حضرتك كده شاطر فاهم انه لو جاب عضله مش متعلق فيها اي لود، لو العضله ما حستش لود عمرها ما تنقبض. افتح ودانك. فبرغم ان التجربه علاقه بين الافتر لود وسرعه القصر، لابد في التجربه بتاعه الافتر لود، الافتر لود من ان احنا نحط بري لود، نعلق لود في العضله يسدها عشان العضله تحس ان في لود عشان ترضى تنقبض. يبقى التجربه اسمها فيلوسيتي افتر لود كير، بس بنستخدم فيها برولود 2 جرام. شد العضله، العضله حاسه انها مشدوده كده هترضى تستجيب، وحطينا سبورتنج سيرفس. نبتدي بقى التجربه. يبقى تجربه الافتر لود لابد من استخدام بريلود. ليه؟ عشان العضله تحس انها مشدوده عشان ترضى تشال، لانها لو ما حستش ان في لود خالص ما بتنقبضش. نبتدي التجربه بقى. هنا هحط اللود الاسود، يعني لود صغير اهو، عندي شويه خيال مفيش غير الاسود ده دلوقتي، تخيل ان مفيش غير الاسود، تدي ستيم الاسود شال بسرعه قوي. طب الاسود والاحمر شال ابطا، الاسود والاحمر واحد ابيض ابطا، اثنين ابيض ابطا، لحد ما في الاخر ما تنقبضش خالص اهي. الكيرف تاني اهو، كل ما تزود افتر لود الفيلوسيتي تقل لحد ما تقدرش تنقبض. طب بالعكس، شيل اول واحد تنقبض اسرع شويه، شيل تاني واحد اسرع شويه، شيل تالت واحد اسرع شويه، يبقى كل ما تقلل الافتر لود تنقبض اسرع، اهي تقلل تنقبض اسرع، تقلل تنقبض اسرع. مخي يقول لي الفيلوسيتي ماكسيمم هتحصل امتى؟ اسرع سرعه هتحصل امتى؟ مخي يقول لي لما اشيل كل اللود.